خبر عاجل منذ قليل محزن وصادم، وفاة القيادي البارز ووزير الإعلام خلال الحكم الوطني في العراق لطيف نصيف جاسم في إحدى مستشفيات بغداد التي نقل إليها منذ أيام قليلة بعد تدهور صحته وفقدان النطق والحركة وبعد معاناة طويلة مع المرض في سجون الأسر. وشغل المناضل لطيف نصيف جاسم منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وشغل عدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى عضوية مجلس قيادة الثورة العراقية. وتم أسر الشهيد لطيف عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، وسجن في سجون الاحتلال في العراق. رحم الله الرفيق لطيف نصيف جاسم وأسكن فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون.